في كلام بيتردد عن انفجار أسعار الذهب العالمية وبالتبعية هنا في مصر في الفترة اللي جاية، وبالتحديد في الربع الأخير من السنة اللي احنا فيها، وموعد الانطلاق القوي أو العنيف هيكون بداية سنة 2024. طيب ليه الكلام ده هيحصل؟ وسعر جرام الذهب عيار 21 هيوصل لفين؟ واللي بيشتري الذهب في الوقت ده هيكسب ولا يخسر؟ كل ده هنجاوب عليه في تحليلنا عن مستقبل الذهب عالميا ومحليا. بانكير، نبض البنوك. خلينا نقول لكم في البداية ان وقت الاضطرابات سواء المالية او السياسية الكل بيتحول للاستثمار في الذهب، وده باعتباره الملاذ الآمن للفلوس. ومن هنا جت التوقعات بانفجار أسعار الذهب في الفترة دي، وده علشان وجود عدة مستجدات حصلت على الساحة الاقتصادية. أول حاجة هي اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم لشراء الذهب، وده علشان تتحوط من التضخم ودعم اقتصادات بلادها والعملة الوطنية. وفي تقرير لمجلس الذهب العالمي كشف عن ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في عام 2022 في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب لأعلى مستوى ليه في 11 سنة. اشترت البنوك المركزية 1.136 طن من الذهب العام الماضي، وده أعلى مستوى في 55 سنة، في حين اشترت النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن. حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من عام 2023 وفقا للمجلس، وتم إضافة 228 طن لاحتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بداية جميع البيانات في عام 2000. طيب العامل الثاني اللي بيعزز ارتفاع أسعار الذهب الفترة اللي جاية، السبب الثاني هو الأخبار السلبية، ومنها إعلان عملاق العقارات الصيني إيفرغراند عن اقتراب إفلاسها. واللي ما يعرفوش الناس إن الشركة دي بتعتبر من أكبر الشركات العقارية في العالم كله. كل الأخبار المتداولة بتقول إن في أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق، وكل ده بيقول إن الاتجاه رايح على الذهب. الحاجة التانية بقى واللي هيكون ليها تأثير مباشر على أسعار الذهب هو اتجاه الفيدرالي الأمريكي الفترة اللي جاية عن وقف زيادة أسعار الفايدة على الدولار. طبعا ده هيكون ليه دور بالغ الأهمية في اندفاع الذهب نحو القمة. السبب الرابع كمان هو وجود مشاكل كبيرة داخل القطاع المصرفي الأمريكي، وده خلى الخبراء بيتوقعوا قرب دخول البنوك المركزية في أزمة طاحنة هتأثر على العالم كله. وفي اتفاق كبير ان الذهب ممكن يوصل لمستويات قياسية غير مسبوقة ويندفع فوق الـ2000 دولار للأوقية مع نهاية العام، وهيكمل الصعود في سنة 2024. وفقا لأندرو خبير الاقتصاد العالمي والبيتكوين ان الأزمة المصرفية بدأت للتو مع هذه الصفقة. كمان سلط الضوء على ان العديد من البنوك تتعرض للعقارات التجارية، وهو قطاع من المتوقع ان ينهار بسبب العمل عن بعد وتقليص الشركات لأصولها. كمان توقع انه مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة مع استمرار الأزمة المصرفية في التفاقم بجانب عمليات إزالة الدولارة بالإضافة لمشتريات البنوك المركزية المتزايدة، قد يقفز الذهب ل 3000 دولار في غضون 12 شهر اللي جاية. ده معناه ان اسعار الذهب في مصر هتشهد قفزات كبيره، وهنشوف ارقام ما كناش نتوقعها. ممكن نشوف مثلا جرام الذهب عيار 21 يوصل 3000 و4000 جنيه في حال صدقت توقعات الخبراء بوصول اوقيه الذهب ل 3000 دولار. كانت معاكم هبه محمد. بانكير، نبض البنوك.